سيناريو تسجيلات في البرنامج السكني عدل 2 وفوضى الإعلان عن نتائج البكالوريا سوف يتكرر هذه المرة مع تلاميذ سنة الثالثة ثانوي، وسيرهن مستقبلهم بعد أن قررت وزارة نورية بن غبريت التعليم عن بعد للتلاميذ من خلال طرح فكرة الولوج إلى قاعدة معلوماتية خاصة بها. التلميذ الآن عندها كلمة المرور اللي عنده الإنترنت، يدخل مباشرة للأرضية يعني يراجع ويدعم المعلومات تاعه، ولا يشير على في أنكور اللي فاته ولا ما فهمش، ولا اللي ما عندوش الانترنت وبغى يحب يستعمل السيدي ماهوش كل الأرضية، لأن السيدي فيه نماذج من الدروس والأسئلة فقط. التدفق البطيء للإنترنت بل انعدامها في بعض الولايات مشكل عويص سيواجهه تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2014، وأمر تجاهلته الوزارة. فيه مرافقة عن بعد نقوم بها من خلال الشبكة المعلوماتية، بحيث ممكن أن نستجيب لأسئلة لبعض أسئلة التلاميذ من خلال غرف الحوار لفورم. التخلي عن الأستاذ والاستعانة بقاعدة معلوماتية من شأنه أن يعقد الأمور، ويرهن مستقبل 700,000 أستاذ مقبل على امتحان البكالوريا. ممكن أن نأخذ بعين الاعتبار بعض الاقتراحات التي يتفضل بها الأساتذة أو التلاميذ. قرار وزارة التربية الوطنية الذي يوصف بالارتجالي من شأنه أن يساهم في خفض نسبة النجاح في البكالوريا إلى 20% بعد أن قدرت ب 45% السنة الماضية.